هو دايما سؤال معلق، يعني الأزمة عندنا في مصر هي أزمة إدارة ولا أزمة إرادة؟ الاثنين. الاثنين ايه طبعا. الاثنين طبعا، إدارة وإدارة طبعا. وإرادة. طبعا. بس احنا يعني يمكن عندنا مثلا دلوقتي قيادة سياسية عندها إرادة، ايوه، وحماس وإصرار وتصميم. انا سمعت امبارح ولا شفت امبارح في التلفزيون والجرايد رجل اعمال مصري فتح في صناعة السيارات، بيشتغل في صناعة السيارات اللوريات والكلام ده، فتح مدرسة تدريب وبياخد خريجي الإعدادية وبيدخلهم في تدريب معين، مش هو اللي مألفه، بروجرام عالمي بياخد عدد مش كبير يدربهم، بيقول لك هذه الولاد اللي بعد الإعدادية بياخدوا 3 سنين، 60% من التدريب عملي، يفك الصامولة وركب الصامولة، و40% نظري. بعد ال3 سنين دول هيطلع عامل زي بتاع المانيا. ناقص بعد كده بقى ما تعلمته صح، بعد كده بقى تديره صح. هذا لو اديت هذا العامل مرتب اكتر من المهندس ويستاهل، ويستاهل. بس انت افقدت المصريين مثلا، او ما اعرفش مين السبب في الحكايه، المدارس الفنيه بتاعت الفني صناعي وفني زراعي والحاجات دي، ما هو دي انتهت، بيعتبروها مثلا عار، يعني ان هو يبقى في مدرسه صنايع او في مدرسه زراعيه او اقول لك اللي سمعته في الجرايد والتلفزيون. ان عملوا امتحان ونقوا عدد محدود، والطالب هيدفع 4000 جنيه في السنه، يعني مش مدرسه مجاني عشان تبقى صنايعي، اهلك بيدفعوا لك 4000 جنيه في السنه. وهتطلع بعد 3 سنين صنايعي، اجرتك اغلى من اجره المهندس. دي المدرسه الجديده دي، دي واحده. في صناعه السيارات عايزين واحده، في السيارات واحده، في الغزل والنسيج واحده، في الجزم وفي الجلود، ده لازم. يا فندم احنا الوزير اللي عندنا دلوقتي اسمه وزير التربيه والتعليم الفني. ايوه. مفيش تعليم فني، عشان كان بيطلعوا التعليم الفني مش عايز يشتغل. انا في مكتبي في رسام اللي هو بيرسم، متخرج من المدرسه طالع فيها بنا، وبعدين ما اشتغلش بنا وتعلم نفسه الرسم وجاي اشتغل رسام عشان ما ينزلش الغيط ولا ما ينزلش الموقع، ويقعد افندي ويروح لمراته بالاتوبيس وجايب بطيخه تحت باطه، هو بطيخه تحت باطه في دماغه. طيب. لا انا هو ده طبعا حديث ليه ابعاد اقتصاديه وثقافيه، بس بقول علينا ان احنا بالحماس الشديد والاراده الشديده اللي عند القياده المصريه النهارده يكون هناك إدارة جيدة لتخريج عدد مناسب من المهن المطلوبة. أنا ولاد عمي 2 أبوهم كان سفير، بس أشوف الجمال، اتخرجوا من كلية الآداب، واحد لغات شرقية واحد جغرافيا. لغات شرقية يعني إيه؟ فارسي وتركي وعبري، مش عارف إيه الرابعة. ده 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 عايزينه فين ده؟ يقعد في الشارع. معايا؟ كل سنه بيخرجوا اعداد من اللغات الشرقيه. معقوله؟ صحيح. كويس. التاني جغرافيا يعمل ايه؟ هيروح يدرس جغرافيا في الحكومه؟ مش مدرس، ده خريج اداب قسم الجغرافيا. لولا ان انا ولاد عمي خدتهم عندي في المكتب وغيرت شويه من ما خدوه في المدارس او في الجامعه وشغلته بتاع الجغرافيا. عملت لهم ريبيلدنج يعني. مظبوط، بتاع الجغرافيا. علمته ازاي بقى يصمم طرق، ما هو الجغرافيا دي بس مش صمم طرق زي المهندس، خطوه قبل المهندس. نصف مهندس. بس بدل ما هو مش لاقي شغل، لا بقى مهندس طرق. بس الخريجين حتى يعني هم ممكن يكونوا انت قعدت تطويعهم وهم استجابوا لهذا التطويع لاسباب كتير يعني حضرتك، لكن في المعظم مش عايز يعني يعاد تطويعه، بيطلع بشهاده هي ملهاش في الغالب قيمه في العمل، قيمه يعني في السوق، ويقول لك اشتغل بشهادتي. علينا ان نغير هذه الشهادات، نبطل. يعني دلوقتي لو حضرتك عملت اعاده هيكله للتعليم في مصر، ايوه، وعشان يبقى مربوط بالسوق، تلغي كليات ايه؟ لا انا مش تحت تربيه وتعليم. انا مش تحت تربيه. طب تدخل كليات ايه؟ لكن ما اعلمه عن العالم الغربي زي المانيا وانجلترا، انا 60% من الخريجين خريج مدرسه صناعيه، و40% فقط دخول جامعه. 60% بيشتغل مدرسه صناعيه.